حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشأة المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 250 مليون ريال، وذلك خلال عام 2021 أو عام 2022، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة فاتورة ابتداء من الأول من أكتوبر القادم. حول ذلك وللمزيد انضم الينا هاتفيا حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. اهلا بك استاذ حمود معنا عبر التاسعة ومساء الخير. بداية حدثنا عن خدمة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية وما الجديد ايضا والمختلف في هذه المرحلة. مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير على جميع المشاهدين. هذه المرحلة طبعا هي المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية. ابتدأنا في المرحلة الاولى بداية من 4 ديسمبر 2021، وكانت هي مرحلة مرحلة إصدار الفواتير وحفظها بشكل إلكتروني. هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة بأنه يجب أن تكون هذه الأنظمة الإلكترونية التي قامت المنشآت بتجهيزها خلال المرحلة الأولى أن تكون فيها المواصفات التقنية والفنية والأمنية للربط مع منصة فاتورة الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أيضا هناك بعض المتطلبات المعينة في الفاتورة الإلكترونية يجب أن تكون في هذه المرحلة، ولأن هذه المرحلة مرحلة كبيرة وكبيرة جدا وتحتاج تجهيزات خاصة، فرأينا أن نطبقها على بشكل تدريجي، وبدأنا في المرحلة بداية من 1/1/2023. نعم أستاذ حمود، اليوم أعلنتم عن المستهدفين في المجموعة الثالثة، ما هي معايير اختيار المنشآت المستهدفة في هذه المجموعة؟ طبعا هذه المجموعة هي المجموعة الثالثة، سوف نبلغهم إن شاء الله قريبا، وسيبدأ التطبيق لهذه المجموعة بداية من 1 أكتوبر 2023. دائما احنا نبلغ هذه الجهات قبل 6 أشهر من مرحلة الإلزام والتطبيق. في هذه المجموعة الثالثة حددناها على معيار القوائم المالية لعام 2021 أو 2022، وهي التي تزيد إيراداتها السنوية وفقا لتلك القوائم عن 250 مليون ريال سعودي. ماذا عن بقية المنشآت المكلفة الأخرى ومتى سيتم استكمال هذه المرحلة من الفاتورة الإلكترونية؟ طبعا المرحلة الثانية سوف يلتزم فيها جميع الخاضعين للفاتورة الإلكترونية وابتداء الخاضعين لضريبة القيمة المضافة. المجموعات الثالثة سوف يتم تحديدهم لاحقا سواء على معيار الإيرادات أو معايير أخرى تتناسب مع حجم وطبيعة تلك الأنشطة، ولكن ملزمين إحنا كهيئة زكاة وضريبة وجمارك أن نبلغ تلك المجموعات بعد تحديدها قبل إلزامها ب6 أشهر.